بالله عليكم، هل هناك حاكم في العالم الإسلامي كله قال إن الشريعة الإسلامية أنا بأنكر إن هي تنفع للحكم أو أنكر كذا أو كذا إلى آخره؟ ده إحنا عندنا في مصر هنا 80% من القوانين المصرية مطابقة للشريعة الإسلامية، 80%، مش كل القوانين لكن 80%. ده حاجة. الحاجة الثانية، هل رأينا حاكما مسلما قال إنني سأضع قانونا يقوم مقام القرآن والسنة؟ يبقى بديل عنهم. في حاكم قال كده في العالم الإسلامي إن إحنا هنشيل القرآن والسنة ونضع مكانهم، أضع أحطنا مكانهم أشياء صالحة؟ مفيش حاكم مسلم في العالم كله. إذا فالتكفير العام أو تكفير الحاكم ومن حوله لا سند له من شرع. فمن الذي قال لكم إن حكومة مصر مرتدة؟ لكن هو عايز يعمل إيه؟ هو عايز يقول إنها مرتدة حتى يستبيح دماءها ونساءها وأعراضها. وأنا سمعت ورأيت في قنوات مناهضة واحد يقول يعني لما تفجر برج كهرباء ايه العنف في كده؟ ما هيش سلمية، ما هي دي سلمية. ازاي لما يفجر برج كهرباء يبقى ليست سلمية؟ ويقول لكل واحدة، يقول انا بقول لكل امرأة زوج الضابط سواء في الجيش او الشرطة، جوزك هيموت وعيالك هتتيتم، قول لي كذا كذا، ودي السلمية. يعني لو لم نسمع بأنفسنا ما صدقنا هذا. عشان كده